فحكايات بقى يعني بطولات النادي الاهلي اكيد عشت بطولات كتير للنادي الاهلي. دي طالعه من قلبك. طالعه من قلبك طبعا. ايه اكتر ماتش او اكتر بطوله حسيت ان قلت كده يعني من قلبك كده الحمد لله ان احنا خدنا البطوله؟ انا قعدت اعيط وصوتي راح وتعورت. قعدت اعيط وصوتي راح وتعورت في جون ابو تريكه في الصفاقسي اللي في اخر ناس كتيره حصل لها الموقف ده غير طبيعي. مع احترامي الكامل لجون العمده في الكونفدراليه وجون العمده في منتخب مصر بالجزائر وكل الكلام ده، الجون بتاع ابو تريكه في الصفاقسي انا وانا كنت كبير ومن كام سنه 10 سنين اكتر شويه تقريبا اكتر من 10 سنين قبل الثوره. انا قعدت اعيط عياط واتعورت بان انا قمت خبطت والكلام ده. طبعا ما كانش هيهمني بقى ان هم حتى لو يتعادلوا لان هم كانوا كنا متعادلين احنا كمان في مصر ونلعب ضربات جزاء، بس سمعنا انهم اهانوا محمد ابو تريكه هناك. كانوا راسمين صور قبل الماتش قبل الماتش راسمين صور حركات استفزازيه يعني حركات استفزازيه في ان ربنا ينصرنا وان يجي جون ده في الوقت ده هم ما بيعرفوش يعوضوا. كان ياه عمل ايه بقى احساسك بقى؟ انا قمت صوتي راح في منت ياه من السريخ على الجون وعلى قد ما احنا كويسين ومهاجمين ومش قادرين نجيب وخلاص الماتش راح. الماتش بينتهي. الماتش خلاص خلص. الماتش شكرا احنا عدينا 90 بالظبط والراجل مدي 3 دقايق ولا 4 دقايق ولا الكلام ده. وعدى منهم دقيقتين تقريبا. وعدى منهم دقيقتين. طب وانت بتتفرج كنت حاسس ان الاهلي فعلا هيجيب جول؟ يعني وانت بقى احساسك هو ده الاهلي. لا بس بقى احساسك بقى من جوه ان انت في اللحظه الاخيره عشان هي اصلا مش مره عشان نقول عشان يقول لك ايه هو ده الاهلي يقعدوا يتريقوا علينا. لا هو ده الاهلي. هو ده الاهلي. وكل حد بيجي بيلعب في الاهلي عارف ان هو ده الاهلي لغايه اخر لحظه بيلعب في الملعب. بيلعب في الملعب. لا الامل كمان وانت بتتفرج في ناس وانت طبعا عارف الاحساس ده احساسك من جوه. لا لسه حتى خلاص ما الموضوع ناقص نص دقيقه تحس لا لسه. ساعات كتيره جدا ما تحصلش ان ساعات فعلا ما بنجيبش جوان في الدقيقه 90. عارف يا استاذه سهام انا اسف اني قطعت حضرتك. انا كممثل انا بتعامل دايما على ماتشات الاهلي لو اتغلب فيها بتعامل مع انه فيلم انتهى اس فجاه انتهى نهايه هبله. انا اسف انتهى نهايه مش منطقيه مش طبيعيه خالص. خالص حلوه الجمله دي جدا. دائما وابدا الاهلي لو حصل واتغلب هيبقى بالنسبه لي فيلم انتهى نهايه غلط. دي تتاخد كابشن على فيديو دلوقتي زمايلنا في السوشيال ميديا. دي حقيقه فعلا صح. انتهى نهاية غلط. تحس ان لسه في حاجه لسه هتكمله لسه هنكمل. الفوز ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انا موافق طبعا. انا ممكن اجيب جول والحكم يظلمني ويبقاش الجون يبقى الجون صح ويديني ماشي اصدق ماشي لكن الكلام ده لكن زي كابتن هاني ما بيقول الجون هو اللي كنت بتتكلم عنه. اللقطه اهي شادي رفعها راح علق بقى عليه علق خراب علق ايه علق ايه يعني شوف حتى جريته ده هيغمى عليه. لا لا شايف كنت بتتفرج في البيت ها شايفين صديق لما طلع بعنف كده سوري بيبصق وحاجات كده من كم اللي كانوا شايفين محمد صديق كان في الاحتياطي شايف عملها ازاي. بص ده ما كنتش في الملعب صح انت ما رحتش. لا دخل هناك. لا بس انت في ماتش كنت بتحلل الاهلي بيتفيست تقريبا جنوب افريقيا كنت موجود وقلت برضه في كان هنا وقلت الاهلي برضه هيكسب في الاخر. حصل. كنا محتاجين نكسب 2-0 اعتقد والشوط الاول خلص 0-0 فبيسالني سمير كمونه وشادي محمد ده في الاستوديو تسالوني في الاستوديو التحليلي هم ضحكوا عليا ونزلوني علينا اقول كلمه لقناه الاهلي وعارفين اهلاويتي يعني اتاري ده تحليل في الملعب وانا ما اعرفش فقعدنا الربع ساعه الكامله اللي ما بين الشوطين بيبقى ربع هاني مش كده؟ ربع ساعه اللي ما بين الشوطين بيبقى تحليل في الملعب. ففي سؤال بتساله في الاخر تفتكر الاهلي هيكسب النهارده؟ فقلت الاهلي هو الفريق الوحيد القادر على تغيير النتيجه لغايه الدقيقه 90. حتى ده زعل اخرين وصالحتهم بكل حاجه يعني بس دي حقيقة يا جماعة. دي حقيقة يا جماعة. وحجازي عملها، أعتقد حجازي هو اللي جاب الجون. أيوه بالظبط. وحجازي عملها. بالظبط.
واكم من ماتشات، اكم من ماتشات من زمان، من جيل بتاع زمان في الدقيقه. يا راجل حد ينسى، او ده برضو من حد ينسى جون علاء ميهوب في المصري في كاس مصر؟ بص الطريقه اللي اتكلم بيها 3-1 فكرني، اصل انا كنت صغير. 3-1 صح؟ احنا مغلوبين 1-0 والماتش بينتهي، لدرجه انه راح مطلع عليه الراجل الجميل الراجل العمل العظيم الحاج سيد متولي، قام زرر الجاكيته بيجهز للكاس. يا اوب علاء ميهوب اوب التعادل. لعب لك سرطايم وجاب لك جولين تاني. لا فعلا، ولا ماتشنا مع طلائع الجيش. اصل هتعد الماتشات هتلاقي الماتشات اللي هي بطولات، البطوله الكونفدراليه.